وفي لبنان دعا الرئيس ميشيل سليمان إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية ردا على التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد بلاده. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد حذر من أن بلاده ستحمل حكومة لبنان مسؤولية أي هجمات تطول أهدافا إسرائيلية من قبل حزب الله حال دخوله الحكومة الجديدة. منبها ومتنبها إلى مخاطر التهديدات الإسرائيلية للبنان، طلب رئيس الجمهورية الأفرقاء السياسيين بالإسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية بما يعكس الوفاق حيال الخطر الذي تمثله إسرائيل، فيما حذرت كتلة المستقبل النيابية من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لاستدراج لبنان داعية إلى توحيد الصف الداخلي. استنكرت الكتلة التهديدات الإسرائيلية المثيرة للهواجس ومضمونها وتكرارها ومحاولاتها للتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة، وأكدت رفضها لها داعية اللبنانيين للوقوف صفا واحدا في وجهها والتنبه لمحاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى وضع يخدم مخططات العدو الإسرائيلي. إسرائيل لا تأول جهدا أن تكون لاعبا أساسيا في المشهد السياسي اللبناني وأن يكون لها حق الفيتو بعدم إشراك حزب الله في الحكومة الجديدة عبر تحميلها الحكومة اللبنانية مسؤولية أي هجوم ينطلق من أراضيها إذا انضم حزب الله رسميا إليها، أمر يرفضه لبنان جملة وتفصيلا، مؤكدا على لسان أحد وزرائه الالتزام بالهدوء وبعدم إعطاء الذرائع لإسرائيل. الحزب مفروض يكون حريص على أمن واستقرار البلد، يعني أنه بعد ما أمنا من نتائج 2006 عنا إطار اليوم بيقدر يحافظنا على هالاستقرار، فلنتشبث به بال 1701، ما نتجنب أنه نعطي ذرائع إسرائيل عم بتفتش. لا حرب إسرائيلية على لبنان إلا إذا حصل تطور دراماتيكي غير محسوب، هي وجهة نظر للبعض من المراقبين في بيروت الذين يضعون التهديدات في سياق التهويل النفسي والإعلامي والحرب الاستباقية. إسرائيل تخوض أو تشن نوع من حرب استباقية من خلال التهويل يعني الاستعداد للقيام بعدوان، لأنها تتخوف من أن يقدم حزب الله على عملية انتقامية لعماد مغنية. علامات استفهام كثيرة تطرح مع تزايد التهديدات، وبرغم رؤية البعض لاستحالة قيام إسرائيل بعدوان على لبنان في هذه اللحظة الأقليمية والدولية، يرى البعض الآخر أن الوتيرة اليومية من التهديدات الإسرائيلية تذكر بتلك التي سبقت عدوان إسرائيل على لبنان في عام 82. أيا تكن الأهداف والنوايا الإسرائيلية، يتعاطى لبنان الرسمي بجدية تامة مع التهديدات مشددا على أمرين: وجوب التماسك الداخلي وعدم إعطاء إسرائيل ذرائع لشن عدوان على لبنان. درجة غفري النيل، قناة مصر الإخبارية، بيروت.